اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تختتم هذا اليوم اللجنة التعليمية في هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني برنامج على خطى التكليف، وهو برنامج سنوي مخصص للطلبة المقبلين على التكليف الشرعي في القرية، علما بأن هيئة العدل المنتظر عجل الله فرجه كانت قد أعدت برنامجا متكاملا للطلبة المشاركين، حيث تم عقد دورات تخصصية في الجوانب الفقهية والسلوكية، وتم اختبار الطلبة عمليا للتأكد من معرفتهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء والصلاة، كما تم تنظيم رحلة ترفيهية للطلبة لمركز ألعاب عين عذاري، وهو مما يساهم في تشجيع الطلبة وشدهم لمثل هذه البرامج الدينية. كما شارك الطلبة في الحفل المركزي للطلبة المكلفين، والذي أقامه مركز الشيخ المفيد رضي الله عنه في مأتم السنابس. وختاما، فإن الهيئة تشكر كل من ساهم في نجاح ودعم هذا البرنامج الضخم من مدرسين وعلماء ومنسقين، وتدعو أولياء الأمور للاهتمام المستمر بحثهم لحضور هذه البرامج النوعية، وكذلك الدروس الدينية الاعتيادية بالإضافة للتربية المنزلية وفق الشرع الحنيف. وأما الآن فسوف يتم تكريمهم في أجواء ميلاد علي الأكبر عليه السلام، ليكون لهم قدوة في الاستقامة والصلاح. فصلوا على محمد وآل محمد. فليتفضل مولى عبد الحسين بالتكريم. سيد عمار سيد نعم أيضا مدير هيئة العدل المنتظر، مدير رئيس. مولى عبد الحسين واجه، تفضل. سنتلو الآن أسماء الطلبة ونرجو من أولياء أمورهم التواجد أيضا. الطالب ملا محمد عبد الحسين مشغول في القراية، فمكرم بس أبو بعد خلاص هذه شو اسمه منصور قرب عشان تاخذ. الطالب منتظر عبد الزهراء علي. يتفضل ولي الأمر دائما. الطالب حسن عقيل ميرزا. اللهم صل على محمد. في الختام ستكون صورة جماعية إن شاء الله. الطالب السيد مؤيد محمد نعمة. الطالب أحمد عبد الواحد سرور. الطالب علي رضا علي. أبوك موجود؟
الطالب حسين عبد النبي ضيف. الطالب السيد حسين عدنان عيسى. الطالب السيد حسين محمود محفوظ. سيد أنوار حياك حياك نيابة نيابة. الطالب السيد مرتضى محمد يوسف بالنيابة عنه خلي يحضر حال. الطالب صادق جعفر علي. بس الحين صورة جماعية إن شاء الله، فليتفضل الطلبة للصورة الجماعية مع أولياء أمورهم. الآن من اسحب أرقام عقب